دخلوا كثر خيرتهم ونشكوك داير الحضور تاعكم يدل على حياة بزاف خير بزاف. والله انا غير بيك وانا كي حكمت المسؤوليه هذه والله كي لقيت باقي نخمم اسكو صح راح نقدر وحدي والله ما نقدر ندير والو. بصح بيكم انتم راه العتقوا انا نعاهدكم والله غير نبلغ الاشكالات اللي عندكم والله نبلغها بامل. والله ما عندي منها حلها علاه طلع فيدراليه كيما قال سي هشام البارح نو سون با دي زانديسام انا مجاهدين يعني داير انا نشكركم يعطيكم الصح بارك الله فيكم اللي خممتوا باش ديروا الاستثمار تاعكم في الولايات تاعكم والحمد لله عندنا هياكل حقيقة عندنا مش انا ثاني المستوى كيما انتم انا ربما نحكي مع الحاج يعمل الدمعة معايا حنا ما جيناش من العدم وشي حابين نصرح حنا وباس بالي باه مالناش حابسين وزيد صدقوني يا خوتي حنا اللي ما لقيناش يعني اذن ساغيه انا مشيت تلاقينا مسؤول حقيقه اش اللي يهضر فيه ديزافونتاج كي يجي الفيدراليه مش انا جاي جاي باه جاي اذا تعرفوا معه ويعرفوا نعرفوه وش هي حقيقه والله غير عندنا مشاكل كبيره بزاف واش هذاك تهضر مع المسؤول الاول كاخويا لحق لي واش على الانشغالات تاعو يقول لك والله غندافع عليها بامان وحده انا كيروح وزير الوزير السياحه كاين الانشغالات ماهمش عنده تلقاه في وزارات خلاف المديريات اللي موجودين هنا في بعض الاحيان ما يحبش يتخذ قرار ما يحبش ياخذ مبادره ما يحبش يسقسي الفوق حنا عندنا مسؤولين حنا عندنا مؤسسات ومؤسسه اللي تعود من هيكله انا بعض الاحيان عندي مدير اللي يسير لي الفندق تاعي والمشاريع اللي عندي وبصح اسبوع ما يكلمنيش فيش مؤسسه من هيكله كذا بدا تروح لبعيد سطرنا اهداف عارف حنا نلقى وحنا انا بقطع هذا لكن حابين نخرجوا به البعض انا حقيقه لازم نلقاو اذن ساغيه ولازم قرارات تكون شجاعه مدروسه وشجاعه.